استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الذي يزور العاصمة السورية دمشق للمرة الثانية خلال أقل من عامين. هي زيارة الثانية لوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد لدمشق، والتي التقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد وتبحث علاقات البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وكالة الأنباء الإماراتية وام أشارت إلى أن الجانبين تناولا العلاقات الثنائية بين الدولتين وسبل تعزيزها وتنميتها من خلال التعاون المشترك في كافة المستويات وعلى مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين. الوزير الإماراتي أكد التزامه وحرص بلاده على دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية يعيد أمن واستقرار ووحدة سوريا ويلبي تطلعات الشعب السوري في التنمية والتطور والرخاء. هذه الزيارة تأتي بعد شهور من الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس السوري بشار الأسد الإمارات في مارس أذار من العام الماضي، وكانت الأولى منذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011. في مثل هذه الحالة هو ويقول مراقبون أن دمشق تعول على دور إماراتي لاستعادة عضويتها في جامعة الدول العربية وتطبيع علاقاتها مع محيطها الإقليمي بعد أن أيقنت دول عربية كثيرة في مقدمتها الإمارات استحالة الحل العسكري للأزمة السورية، وأن الحل يكمن في الخيار السياسي. في الوقت الذي يرى فيه آخرون أن على المنظومة السياسية في دمشق اتخاذ خطوات جادة للتصالح مع الشعب السوري ومحيطه، وكل التحفظات والممانعة الأمريكية الأوروبية والعقوبات يمكن أن تزول إذا سارت الدول العربية في طريق التصالح مع دمشق، وبعد ذلك ستزول المشاكل الدولية تجاه سوريا بشكل كامل. وتأتي زيارة وزير الخارجية الإماراتي للقاء الرئيس السوري بشار الأسد في ظل التحركات الدبلوماسية للنظام التركي باتجاه المصالحة مع دمشق، ويثير توقيت الزيارة تساؤلات حول مغزى وسر توقيت الزيارة مع التحرك التركي، وفيما إذا كانت الإمارات ستلعب أي دور على صعيد التقارب التركي السوري. وعلى النقاش حول هذا الموضوع من القاهرة أرحب باللواء محمد عبد الواحد خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية. أهلا بك سيادة اللواء على برنامج حديث اليوم على شاشتها. إذا جاءت الزيارة غداة إعلان واشنطن رفضها أي تطبيع مع دمشق، ما دلالات هذه الزيارة الثانية للإمارات في دمشق؟ لماذا الإمارات في دمشق وماذا عن التوقيت؟ اهلا بحضرتك يا فندم واهلا بالساده مشاهدينك. فعلا هي الزياره الثانيه لوزير خارجيه الامارات الى دمشق. الزياره الاولى كانت في نوفمبر 21، وبعدين تلاها زياره للرئيس الاسد الى الامارات في مارس 22، ودي كانت اول زياره للرئيس بشار الى دوله عربيه بعد انقطاع دام اكثر من 11 عام. الزياره دي ليها دلالات كثيره، كما تناولتها وسائل الاعلام الاماراتيه ان الغرض من الزياره هو غرض اقتصادي او لسبل الاستثمار وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وتناولت وسائل الاعلام ايضا عن الحديث عن الازمات الاقليميه والدوليه، ولكن ارى ان هذه الزياره طبقا لقراءاتي الخاصه لها بعد آخر وهو بعد سياسي. أولا الزيارة قام بها وزير الخارجية الإماراتي وليس وزير التجارة أو أي مسؤول اقتصادي في الإمارات، وبالتالي لها بعد سياسي. ربما جاءت في توقيت حرج عقب تقارب دمشق مع أنقرة خلال الفترة السابقة، ولقاء كان الأول من نوعه بين وزير دفاع البلدين في موسكو في نهاية العام الماضي ومعهم رؤساء أجهزة الاستخبارات. فإذا هناك تقارب تركي سوري سريع كمان خلال الفترة السابقة، ربما الإمارات قد تستفيد منه لعدد من الاعتبارات، أهمها البعد الاقتصادي طبعا. يعني هناك تقارب تركي سوري، يعني في طريق التجارة سوف يفتح مرة أخرى وهو طريق التركي إلى الخليج عبر سوريا، لا سيما وأن الإمارات كانت يعني رجعت علاقتها مرة أخرى بتركيا وعززتها من خلال استثمارات مشتركة وتخصيص مبلغ
10 مليار دولار لاستثمارات في تركيا، وبالتالي قد توظف هذا الطريق جيدا. الحاجة الثانية، إن أتخيل أن هناك وزير خارجية الإماراتي بيحمل رسائل سياسية كثيرة، أهمها تقريب وجهات النظر السعودية السورية بعد موقف متعسر لفترات طويلة، والسعودية هي الأخرى تستفيد من فتح طريق التجارة، لأن أعلنت الأسبوع الماضي عن صندوق استثمار في تركيا بمبلغ 18 مليار دولار. ده شق. الحقيقة سوريا برضو لها استراتيجية، وهي أنها تعول على الإمارات كثيرا. طيب اسمح لي سيادة اللواء أن أقاطعك هنا، سنعود على موضوع يعني اليوم تعويل سوريا على الدور العربي خاصة الإمارات، ولكن كل المحاولات السابقة يعني باءت بالفشل، محاولات التقارب التطبيع مع الحكومة السورية باءت بالفشل، لأنه في عوائق، في ملفات اليوم سوريا متورطة فيها أو عالقة فيها، وخاصة اليوم موضوع العقوبات وعقوبات قيصر. لماذا قد تنجح هذه المرة يعني عمليات التقارب والتطبيع مع سوريا، خاصة أشرت لموضوع السعودية أنه قد تكون الإمارات صلة وصل بين السعودية ودمشق، والسعودية لم تغير رأيها كما باقي الدول؟ أشكر حضرتك على السؤال ده. طبعا أولا هي فعلا سوريا بتعول كثيرا على الإمارات. الإمارات لديها استراتيجية تسمى استراتيجية مبادئ الخمسين، وهي أعلنت عنها الحقيقة. هي بتسعى ليكون لها دور ريادي محوري في الإقليم قوي، بتوظفه من خلال بناء بصور وتصفير المشاكل الإقليمية. خلال الفترة السابقة عملت علاقات مع تركيا واستعادت علاقتها، وعملت صندوق بعشرة مليار، رجعت حتى علاقتها مع إيران بعد انقطاع دام 7 سنوات، ورجعت سفيرها إلى إيران، علاقات طيبة مع قطر وزيارات متبادلة مع قطر، تطبيع مع إسرائيل. ده استراتيجية إماراتية. سوريا بتحاول تستفاد من هذه الاستراتيجية، إن الإمارات يكون لها دور قوي في عودة سوريا مرة أخرى إلى الجامعة العربية. وأنا أتخيل إن سوريا، إن الإمارات قد تستطيع فعل هذا بسبب علاقتها الطيبة بأمانة بكافة الدول العربية، لها نفوذ كبير، ربما يكون نفوذ مالي، ولكن قادرة على هذا الفعل. ثم تقارب ما بين السعودية وما بين سوريا. الحاجة الرابعة، في كمان حديث عن استضافة الإمارات للاجتماع القادم ما بين وزراء خارجية تركيا ووزير خارجية السوري ووزير الخارجية الروسي. ربما هناك تلميحات من قبل السياسيين أن يتم هذا الاجتماع الثلاثي المنتظر، اللي بقى بعده هيبقى فيه تطبيع تركي سوري، ربما أن يحدث في الإمارات خلال الأيام القادمة. والحكومة التركية بتحاول أنها تسرع من هذا اللقاء وصولا إلى لقاء القمة ما بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس بشار الأسد لتطبيع العلاقات قبل موعد الانتخابات التركية القادمة. إذن هي ليست ثورة أيضا فقط في مسار العلاقات العربية السورية، إنما الإقليمية السورية، ولكن هل سيكون هناك فعلا تغير في مسار العلاقات العربية مع دمشق، أو أنه ما هناك دور دولي أو دور أمريكي؟ يعني أمريكا أكدت أمس بأنه ترفض أي محاولات تطبيع مع دمشق، والخط الأحمر اليوم بالنسبة بحسب مراقبين بالنسبة لواشنطن هو 2254 القرار الأممي 2254. فهل سيحدث فعلا هناك تغير أو ثورة بمسار العلاقات العربية مع دمشق؟ تمام، وأشكر حضرتك برضو على هذا الطرح الثاني. أولا سوريا بتراهن في علاقتها مع العرب، بتراهن على الإمارات إنها تكون وسيط ما بين سوريا وما بين الجامعة العربية من جهة والدول العربية من جهة أخرى، ومن جهة أخرى بتراهن على تصالح مع الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية من خلال
تركيا. تركيا هي الأخرى لديها استراتيجية وهي تصفير المشاكل في المنطقة وفي دورها الإقليمي، سواء مع أوروبا أو مع الدول العربية، وطبعت علاقات مع الإمارات ومع السعودية ومع إسرائيل ومع مصر. أتخيل أن التحفظ الأمريكي اللي ظاهر في خلال التصريحات المتلاحقة مرتبط بمدى هذا التطبيع السوري. يعني ربما يكون الحديث بعد التطبيع مع الغرب أو أن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل ما بين سوريا وإسرائيل. وأنا أعتقد أن لو أنا قلت أن هذه الفرضية قد تحدث، أتخيل أن الموقف الأمريكي قد يتغير تماما أو كلية إذا تم الحديث عن تطبيع سوري إسرائيلي خلال الفترة القادمة. طيب اليوم نحن نتحدث عن قرار 2254 سيادة اللواء، هو قرار أممي، واليوم لا يمكن إلغاء قرار أممي بشكل كامل إلا إذا كان هناك قرار أممي بديل. يعني الموضوع ليس بسيط. هل من الممكن فعلا إلغاء القرار 2254 بما أنه اليوم إعادة العلاقات مع دمشق توصف بأنها القفز فوق القرار 2254؟ طبعا، وحضرتك يعني وصفتيها بانه قفز على القرارات كلها اللي بيشجع عليها او بيصيغها هي الدول وبيقرها مجلس الامن، وبالتالي لو في تحالف او في اراده دوليه خلال الفتره القادمه اعتقد ان يبقى هناك قفز على هذا القرار. يعني هو الاشكاليه كلها مش في سوريا، هي الاشكاليه كلها في التنافس الأمريكي الغربي مع روسيا في المنطقة، وبالتالي هنا في مصالح مشتركة. ربما تكون أمريكا تستطيع أنها تضغط على هذا القرار وعدم حدوث أي تطبيع، ولكن أيضا تركيا لديها أوراق ضغط لتحقيق مصالحها، زي أنها ممكن ترفض حتى على الأقل انضمام كل من السويد وفنلندا للدخول إلى الناتو أو الانضمام إلى الناتو. هذه ورقة ضغط. الموقع الاستراتيجي للتركي كمان مهم جدا في الغاية في المعادلة الأزمة الروسية الأوكرانية. تستطيع تركيا أيضا أنها تضغط وبقوة لتحقيق مصالحها خلال الفترة القادمة. تركيا شغوفة على أنها تنفذ التطبيع مع سوريا لتحقيق جملة من المصالح. عندها أزمة اقتصادية حادة، وبالتالي دول الخليج هي السند الرئيسي لها في العبور من هذه الأزمة من خلال فتح خط التجارة اللي احنا تحدثنا عنه. عندها مشاكل أمنية متعلقة بحزب العمال الكردستاني في الشمال السوري، وبالتالي بقى الهدف التركي السوري بقى هدف مشترك هو التخلص من عدو قد يشكل تهديد. بحسب ما توصف ذلك سيادة اللواء، بحسب توصيف ذلك بحسب تركيا، ولكن دعني أذهب لجزية أخرى وهي إيران. سؤال الأخير لحضرتك عن إيران، هل تستطيع اليوم سوريا أن توازن بين علاقتها، العلاقة السورية الإيرانية والعلاقة السورية العربية؟ يعني إيران موضوع حساس، هل ستتجاوز أيضا اليوم الدول العربية موضوع إيران؟ طب تحدثنا عن تجاوز العلاقات وعودة العلاقات الإماراتية الإيرانية خلال الفترة السابقة وعودة السفير الإماراتي، يعني علاقات دبلوماسية كاملة. هناك جالية إيرانية كبيرة جدا موجودة في الإمارات، هناك مصالح اقتصادية قوية جدا في ما بين الإمارات وما بين إيران طهران، وبالتالي أنا أتخيل من خلال ترتيبات معينة. حضرتك يعني لا ننسى أن الوسيط الأكبر في هذا التقارب هي روسيا، وروسيا من مصلحتها أنها تخلق تفاهمات ما بين إيران وما بين تركيا وما بين الأطراف الأخرى للتطبيع، وبالتالي ممكن تجاوز هذا الموضوع، أو أن احنا حتى نبعد إيران شكليا اسمها، حتى أن أنا ما حطش اسم طهران في خلال الفترة القادمة في عملية التطبيع، لكن هي جزء مهم جدا ودولة إقليمية مهمة جدا يجب وضعها في الحسبان. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. من القاهرة اللواء محمد عبد الواحد خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا.
مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة ملفات حديث اليوم.